اهلا وسهلا بالجميع، اتمنى لكلكم بخير وعلى خير وصحه جيده ان شاء الله. اليوم غادي نصوبوا مع بعض كيك يعني كيك من ألد ما يكون اروع ما يكون. هذا الكيك غنستعمل فيه انا البلوبيري او التوت الازرق. ممكن تستعملي اي فروت كتعجبك او فواكه كتعجبك. يلا نتمنى من الله يعجبكم، ويلا معايا تشوفوا المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. الحاجة غنبداو بالبيض. عندنا جوج بيضات يكونوا درجة حرارة الغرفة طبعا، وفي نفس الوقت يكونوا يعني قد ما امكن الى لقينا نستعملوا جوج بيضات يكونوا كبار طبعا، كيكونوا طبعا مغسولين، وكتكوني متأكدة انهم يعني لادات ديالتهم قريبة باش يعني ما نضيعوش الكيك ديالنا كامل. غادي نضيف عليه السكر. السكر عندي هنا 200 غرام تاع السكر، انا عندي هذا الحبيبة تاعته صغيرة لكن السكر عادي. يعني غادي نخلطو حتى يبيض ويتضاعف الحجم ديالو ونكملو ان شاء الله. وها لا تيكستور ديالنا اللي خصنا نوصلو ليها. دابا غادي نضيف الزيت اللي عندي فيه هنا، عندي نص كاس تقريبا، فيه 100 غرام. غادي نضيفو على اقل سرعه ونتلاقاو ان شاء الله. ومن بعد ما ضفت الزيت بدا بشويه على يعني قللت السرعه ديال الميكسور ديالي على اقل سرعه الزيت. دابا غادي نضيف عندي هنا كاب يعني كاس كبير او كاب ديال ساور كريم اللي هو 230 غرام. الا ما عندك الساور كريم ممكن ديري الياغورت يعني الياغورت العادي او اللبن، حتى هو كذلك نفس النتيجه كيعطي. فانا كنعطي يعني كنحاول نعطي الانغريدين وفي نفس الوقت السابستيتي ديالته ممكن تستعملو. كيما قلت انا عندي 230 غرام ديال الساور كريم، ممكن تعوضيه كذلك بدانون المسوس او دانون طبيعي كيف ما كنسميو. ان حتى هو نزيدو ونحرك غير واحد شويه على اقل سرعه ونكملو ان شاء الله. يعني الخليط ديالنا اللي درنا فيه كيف شفنا مع بعض، البيض والزيت والساور كريم او الدانون المسوس او اللبن كيف قلت والزيت ديالنا. وغنحي دابا ما بقيناش محتاجين الباتور، غادي نستعملوا غير الفوي او نستعملوا غير لاسباتول باش نكملوا يعني نضيفوا الاضافات ديال النواشف. ودابا غادي نضيفوا الاضافات اللي عندنا، يعني ما محتاجينش الباتور ديالنا. اش غنحتاجو؟ غنحتاج انا هنا عندي قشره ديال حامضه صفراء، ممكن تستعملي حتى الحامضه الخضراء ماشي اشكال. حامضه عندي كبيره، غناخذ القشره ديالها كامله. غادي نزيد هنا واحد المعلقه صغيره تاع لافاني، وغادي نزيد واحد المعلقه كبيره تقريبا ديال الحامض، يعني العصير ديال الحامضه اللي حنا حكينا. وغادي نخلطو غير بالفوي، ما غاديش نحتاج يعني صافي ما غاديش نستعمل دابا الباتور ديالي، نخلطو غير نساجمو العناصر باش نزيدو ليطاب الثالثه. غنحتاجو في الدراي انغريدين او لا في النواشف ديالنا غنحتاجو جوج الكاب، يعني جوج الكيسان، جوج ديال الكاب كبار ديال الطحين، يعني 250 غرام بالنسبه لينا حنا اللي كنتعاملوا بالغرام. 250 غرام عندي هنا، جوج معلقات صغار بحال قلتي، معلقه كبيره يعني 16 غرام ديال الخميره ديال الحلويات او البيكنج باودر، وعندي واحد ربع معلقه يعني رشه ديال الملح، هذه ضروريه لابد كي حنا عارفينها كاملين. وغادي نغربل الخليط ديالي في الخليط ديالي هذا، ونخلط غير بلا سباتول او لا بالفوي ونكملوا مع بعض ان شاء الله. نضيفوا على الخليط تاعنا طبعا تدريجيا، يعني نص بنص نقسموه على جوج باش يسهل علينا يتخلط بسرعه ويندمج كذلك بطريقه مزيانه، ما يبقاوش فيه ديك الحبيبات كما كنقولوا حنايا، ويسهل علينا ونكملوا ان شاء الله مع بعض. ونضيفوا البقيه الاخرى، انا قسمته غير على جوج، نغربلو ديراكتومون فوق الخليط ديالي. طبعا حنا عارفين شنو الفوائد، يعني شنو اللي كتفيدنا لما ملي كنغربلو الدقيق ديالنا، ممكن تغرب ليه جوج مرات ولا حتى ثلاثه المرات ماشي اشكال، بالعكس كيعطيك نتيجه احسن واحسن واحسن. ونخلط
ديالي حتى ينسجموا كاملين وما يبقاش دقيق عندي نهائيا وكلشي تولي عندي ان سموت. هذه العجين ديالي ونكملوا ان شاء الله مع بعض. كنستعمل هكا كان هذا هو الخليط اللي حنا محتاجينه يعني نوصلوا ليه. كنستعمل لا سباتول ديالتي في الاخر هي باش نتاكد انني ما عنديش العشي ما بقاش ليا الدقيق لتحت في القاع نتاع المول ديالي او لا الريسيبيون او لا اللي كنخدم به. صافي دابا وصلنا، هذه هي لا تيكستور اللي حنا بغينا. وفي هذه الاثناء الفران ديالي كيسخن على 375 فرنهايت، تقريبا غتكون واحد غتكون تقريبا 190 ديال يعني دوغري سيلسيوس بالفرنهايت 375، وممكن ديري 180 ماشي اشكال. فغادي ندوزو دابا ليطاب اللي من بعدها. العجين ديالنا ها هو واجد وجدناه، دابا غندوزو للايطاب الاخرانيه اللي عليها غادي ندخلو الكيك ديالنا الفران. كيف قلت الفران ديالنا راه كيشعل على 180 اولا 190 درجه بسلسيوس وبالفرنهايت 375 درجه. اش غنحتاجو؟ غنحتاج البلوبيري كما قلت، ممكن تستعملي اي فاكهه ثانيه، انا غادي نستعمل هذه المره بالبلوبيري. كيمشي مزيان مع الحامض ومع القشور ديال الحامض ومع العصير تاع الحامض. غادي نحتاج هنا عندي تقريبا واحد 450، ممكن ديري الكميه اللي كتناسبك. طبعا انا عندي تقريبا واحد معلقه صغيره ديال الكورن ستراج يعني ديال النشا، عندي معلقه صغيره هنايا. غادي نضيف ليها كذلك واحد المعلقه ديال العصير تاع الحامض بحال هكا، لان هذه عندي فيها عندي هذا بحال هكا. وغادي نخلط هذا، يعني غنحاول ما امكن نحركو مزيان حتى ما يبقاش يبان ليا انا داك سميتو ما يبقاش يبان لينا النشا تماما، يعني نخلطوه حتى ما يبقاش النشا تماما يبان لينا، ما يبقاش نهائيا يغبر، لان داك الحامض غادي يذوبو عاد نقدر نكملوا لا روسيت ديالتنا. بحال هكا نوصلوا بحال هكا، يعني داك النشا ما يبقاش يبان، يعني يذوب مع داك الحامض اولا داك العصير تاع الحامض اللي حنا درنا. دابا غندوزو يعني الصافي الستاد فينا اللي عليها غادي ندخلوا الكيك ديالنا الفران. ندوزو يعني هذه هي كما كنقولوا حنا هي باش يعني اخر ايطاب غنديرو. انا هنا عندي مول ديال 9 انش نورمالمون، نستعملي 9 انش، الا درتي 8 غيجيك عالي، يعني على حسب كل ما كبرتي المول كل ما كتجي يعني كتجي قصيره، كل ما صغرتي المول كل ما كتجي العاليه. انا الاغلبيه هذا كيجي مناسب تماما لان فيها الخميره ما غاديش نخافوا من شي حاجه. هذا فيه 9 انش يعني هي 23 سنتيمتر او 22 سنتيمتر يعني بالنسبه للناس اللي كيستعملوا بالسنتيمتر. دهنتها مع الجناب بالزبده ودرت ليه الورق ديال الطبخ لتحت باش نتفاداو اي مفاجات كما كنقولوا. غادي نخوي تقريبا يعني النص او لا مواتي ديال العجين اللي عندي، ونسرح فوق منه النص ديال البلوبيري عندي او التوت الازرق، وعاد نكملوا ليطاب ان شاء الله. بحال هكا بحال الطريقه نسرحوا تقريبا النص ديال العجين ديالي، وغادي نسرح فوق منه البلوبيري. طبعا وغادي نديروا تقريبا لا مواتي ديال هاد التوت البري ديالنا ولا التوت الازرق ولا كيفاش كيتسمى البلوبيري. غادي نوزعوا على المول ديالي كامل او لا هذا القالب ديال اللي كيدخل الفران طبعا. وغادي ندير لابارتي اللي بقات ديال العجين ديالي. ودابا غادي نضيف ما تبقى من العجينه تاعتي طبعا، ونوزعها ونغطي بها داك البلوبيري اللي درت من التحت. طبعا بشويه غادي نحاولوا معاه حتى نغطيو كلشي باش نكملوا ليطاب اللي من موراها ان شاء الله. وغادي ندير البلوبيري ديالي من الفوق اللي بقى كله. في هاد الاثناء كيف قلت الفران ديالي راه سخون، غادي ندخلو على الاقل غياخذ مني واحد 50 حتى 55 دقيقه، من يخرج ان شاء الله نوريكم كيف غيجينا ان شاء الله. وهذا هو الكيك ديالنا تاع التوت الازرق والحامض او الليمون او البلوبيري اند ليمون جاهز. خدا مني 50 دقيقه بالضبط على 375 فرنهايت، تقريبا راه هي واحد 190 دوغري سيلسيوس كنظن.
طبعا كتاكدي منه بعويد ولا شويكه ولا موس ولا شي حاجه، كيطلع ايميد كما كنقولوا حنا، كيطلع ايميد ولكن ماشي فازق، فكتاكدي انه طاب. دابا يلا خرجته، باقي سخون بزاف، نتسنى عليه حتى يبرد تماما وعاد نديمو ليه ان شاء الله من 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 المول ديالو او القالب ديالو، ونوريكم النتيج يعني الكيك في الاخر كيفاش كيجي ان شاء الله. ها الكيك ديالنا من بعد ما خرجته طبعا، وخليته دفى، خليته دفى يعني باش نقدر نقرب المول ونقدر نتحك يعني نقدر نقرب ليه. دافي شويه، باقي شويه سخون ولكن دافي ممكن، فكناخذ اين سباتيلا ولا اي حاجه سكي يعني سكين او اي حاجه كتكون فين، وكنحاول ندوزها طبعا على الجناب ديال المول، على جناب ديال الكيك ديالي بحال هكا، ونحلو غير شويه طبعا. داكشي باش انا كندير الزبده، دهنت الزبده من هنايا من الجناب باش نتفادى اي مفاجات، لان عندنا الفروت فيها، عندنا فيها الفاكهه يعني فريش طازج، فمهم داك الماء اللي كتلقو ممكن يخلي لنا الكيك ديالنا يلصق. كنحاول نحلو غير شويه انا باش نتفادى اي هكا، لكن يعني بسهوله اهي بسهوله كي 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 كنحيدو الكيك ديالنا. فانا غادي نخليه تيبرد تماما، وغادي يعني غندير له يمتي ديكوراسيون، غادي نرش عليه شي شويه تاع السكر ثقيل اولا السكر بودره، ونقدمه بالصحه والراحه. نتمنى من الله يكون عجبكم ويعني اوراقكم، وتجربوه وتردوا عليا. ها هو الشكل ديالو، يعني ساهل خفيف ظريف، وكما قلت ممكن تعوضي لي زانغريديون اللي فيه، مثلا البلوبيري ممكن تعوضي باي فاكهه عندك في الدار كتعجبك، الساور كريم ممكن يعني تعوضيه بالحليب مع عصره ديال الحامض، ممكن تعوضيه باللبن، ممكن تعوضيه بالياغورت الطبيعي او الزبادي يعني العادي الساده كما كتسمى اللي ما فيهاش السكر، وتقدميه بالصحه والراحه. ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، في امان الله.